اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم يا ودود يا فعال لما تريد، يا سامع النجوى ويا كاشف البلوى ويا عالما بالسر وأخفى، اللهم إن بهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد والسحر وضيق الصدر والآلام والأوجاع ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يكشفه سواك. اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن شفاء لها، اللهم رحمة من رحمتك، اللهم رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها، يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية، واشفهم وعافهم من عين متسلطة، واشفهم وعافهم من عين عاشقة، واشفهم وعافهم من عين متجددة، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم، فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم، اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية، اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية،
واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات يا رب العالمين يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم. اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية. اللهم أبطل سحرا اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم. اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل اللهم أبطل سحر التعطيل اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر الأذية اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائرهم
سائر أجسادهم. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود. اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. اللهم يا ودود، يا فعال لما تريد، يا سامع النجوى، ويا كاشف البلوى، ويا عالما بالسر وأخفى، اللهم إن بهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد والسحر وضيق الصدر والآلام والأوجاع ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يكشفه سواك. اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن شفاء لها، اللهم رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك. اللهم اشفهم وعافهم، من العين، حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفهم وعافهم، من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية، متسلطة، واشفهم وعافهم من عين عاشقة، من عين متجددة. اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم، من هذه العين وأزلها من أجسادهم. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية،
اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات يا رب العالمين يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية، اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها، اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم، اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم، ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم، اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل، اللهم أبطل سحر التعطيل، اللهم أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر الأذية، اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية،
اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها، اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود، اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. اللهم يا ودود، يا فعال لما تريد، يا سامع النجوى، ويا كاشف البلوى، ويا عالما بالسر وأخفى، اللهم إن بهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد والسحر وضيق الصدر والآلام والأوجاع ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يكشفه سواك. اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن شفاء لها، اللهم رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك، اللهم اشفهم وعافهم، من العين، حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفهم وعافهم، من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية، متسلطة، واشفهم وعافهم من عين عاشقة، من عين متجددة، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم، من هذه العين وأزلها من أجسادهم، اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم،
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية، اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء، واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم، وتكفيرا لسيئاتهم، ورفعة في درجاتهم. اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات، والحاقدين والحاقدات، والعائنين والعائنات، والنافثين والنافثات، والناظرين والناظرات، والعاشقين والعاشقات، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية، اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها، اللهم عليك بالساحرين والساحرات، والعاقدين والعاقدات، والرابطين والرابطات، والنافثين والنافثات، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، اللهم رد كيدهم في نحورهم، وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم، يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة، فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم، اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم، فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة، فذهب به إلى الساحر والساحرة، ليضرهم ويؤذيهم،
ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل، اللهم أبطل سحر التعطيل، اللهم أبطل سحر التفريق، اللهم أبطل سحر الأذية، اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها، اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود، اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. اللهم يا ودود، يا فعال لما تريد، يا سامع النجوى، ويا كاشف البلوى، ويا عالما بالسر وأخفى، اللهم إن بهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد والسحر وضيق الصدر والآلام والأوجاع ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يكشفه سواك. اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن شفاء لها، اللهم رحمة من رحمتك، اللهم رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، اللهم اشفهم وعافهم من العين، حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية، واشفهم وعافهم من عين متسلطة، واشفهم وعافهم من عين عاشقة، واشفهم وعافهم من عين متجددة. اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم،
فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم، اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار، اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية، اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم، اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قوي يا متين، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية، اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها، اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم، يا واحد يا قهار، اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر
من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم ليضرهم ويؤذيهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين اللهم أبطل سحر التخييل اللهم أبطل سحر التعطيل اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر الأذية اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين اللهم يا ودود يا فعال لما تريد يا سامع النجوى ويا كاشف البلوى ويا عالما بالسر وأخفى اللهم إن بهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد والعين والحسد والسحر وضيق الصدر والآلام والأوجاع ما لا يعلمه إلا أنت ولا نشكوه إلا إليك ولا يكشفه سواك اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن شفاء لها اللهم رحمة من رحمتك اللهم رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم من العين اللهم اشفهم وعافهم من العين اللهم اشفهم وعافهم من العين حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة واشفهم وعافهم من عين مؤذية واشفهم وعافهم من عين متسلطة واشفهم وعافهم من عين عاشقة
واشفهم وعافهم من عين متجددة. اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية، اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية، اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها. اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمين والمسلمات. اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار. اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم. اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر التخييل. اللهم أبطل سحر التعطيل. اللهم أبطل سحر التفريق. اللهم أبطل سحر الأذية. اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية. اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها، اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود. اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين. اللهم يا ودود يا فعال لما تريد، يا سامع النجوى ويا كاشف البلوى ويا عالما بالسر وأخفى، اللهم إن بهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد والسحر وضيق الصدر والآلام والأوجاع ما لا يعلمه إلا أنت، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يكشفه سواك. اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن شفاء لها، اللهم رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك. اللهم اشفهم وعافهم، من العين، حرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها ووصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقها يا ذا الجلال والإكرام.
الغرام. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة ومن عين حاسدة ومن عين حاقدة، واشفهم وعافهم من عين مؤذية، واشفهم وعافهم من عين متسلطة، واشفهم وعافهم من عين عاشقة، واشفهم وعافهم من عين متجددة. اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين. اللهم إن كان ما أصابهم بسبب عين حاسدة فاللهم اشفهم وعافهم، فاللهم اشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم. اللهم أبرد حرها، اللهم أزل همها وغمها وأطفئ نارها وشررها. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بارك لهم في صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم، اللهم بارك لهم في مساكنهم ودوابهم، اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم ومصادر رزقهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما اختلف عليه الليل والنهار. اللهم أبطل أثر عين معجبة، اللهم أبطل أثر عين حاسدة، اللهم أبطل أثر عين حاقدة، اللهم أبطل أثر عين مؤذية، اللهم أبطل أثر عين متسلطة، اللهم أبطل أثر عين متجددة، اللهم أبطل أثر عين عاشقة، اللهم أبطل أثر عين مفرقة، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والغم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم اكفهم شر الحاسدين والحاسدات والحاقدين والحاقدات والعائنين والعائنات والنافثين والنافثات والناظرين والناظرات والعاشقين والعاشقات يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين أزواجهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم للتفريق بينهم وبين بيوتهم وذرياتهم، اللهم أبطل سحرا عقد لهم لحرمانهم من السعادة والعافية، اللهم أبطل سحرا، اللهم أبطل سحرا عقد فذر في الهواء أو جعل في قاع البحار أو في وعر الجبال أو تحت الأشجار والأحجار. اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر، اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر،
اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر فجعل في مشارق الأرض أو مغاربها اللهم عليك بالساحرين والساحرات والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا واحد يا قهار اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضرهم ويؤذيهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين اللهم أبطل سحر التخييل اللهم أبطل سحر التعطيل اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر الأذية اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من العافية اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها اللهم زلزل ما عقد لهم من السحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من أجسادهم وبيوتهم ودوابهم ومزارعهم بقدرتك يا ذا القدرة والقوة المتين